التواصل يستمر مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء واعضاء اللجنه الميدانيين والمهتمين بالمتابعه والتنظيم، والانطلاق بقياده احمد بن خلفان بالشاوي القفلي، اعطى تعليمات وتوجيهات للجان بانطلاقه الشوط التاسع في مجموع الاشواط المقرره بعشرين شوط لفئه الحجايج بصباح هذا اليوم، مقسمه بين الابكار والجعدان. نرحب بالشوط التاسع الذي يتحرك بالاربع كيلو مترات الجائزه سياره للفائز بالمركز الاول ومن الثاني حتى المركز السادس، جوائز نقديه قيمه رصدت للفائزين. على البركه نبدا بفرز النتيجه ونذهب الى المقدمه لنعطيكم الذاير معتوق بالرغيف بن طبازه العامري، من يقدم لنا الذاير باول المراكز. اما المركز الثاني سمحة محمد بن مبارك بن طباطم العفاري، تغيير بهذه السرعة من هدادة عبد الله بن خليفة المر النيادي، من يطلق هدادة إلى المركز الثاني. والمركز الرابع تأتينا رجاء محمد بن صبيح بن محمد الوهيبي، والمركز الخامس عزايم محمد بن محمد بن رويجدة الاجتبي. أما المركز السادس التواجد من مذهلة محمد بن راشد بن سالم الغيلاني. هذه الستة المراكز الأولى المسموح لنا بالإذاعة ونحن دعناها على مسامعكم. نتابع أيضا شعارات ما وصلت إلى عالم الإذاعة، نتابع أيضا هذه الشعارات الجميلة التي تأتينا من كل ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بالجميع، مرحبا بالجميع في هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان اللبسة في إمارة أم القيوين. لنا عودة مرة ثانية، يلا يا رغش، يلا يلا يا بن طباز، روح روح وخلك مركز مع الذاير معتوق بالرغيف بن طبازة العامري، من يقدم لنا الذاير بأول المراكز ليعلن وجوده متقدما ومسرعا ومبدعا. أما المركز الثاني أيضا لها كلام آخر، تتجاوز بنعومة، تتجاوز بسهولة، تتجاوز إلى المقدمة، تحمل شعار محمد بن راشد الغيلاني، من يقدم لنا مذهلة بالمركز الثاني. والمركز الثالث سمحة لمحمد بن مبارك بن طماطم العفاري، يأتينا العفاري بالمركز الثالث. والمركز الرابع مهب بسيطة يا جماعة، تحت راسه شيء وقار لمحمد بن مبارك بن يطبع العامري، يلا يا بن يطبع، يلا يا خوي روح وركز الكل بدأ بالهجوم، المركز الخامس الواصل، نقول مع المركز الخامس الناوية بسلم صالح بن طرشوم العامري. والمركز السادس تقترب الشكلة، علي بن سالم سالم العرياني. هذه الأسماء، أخوي نتابع مع المقدمة، نتابع رقش وهو ما زال محتفظ بالمركز الأول رغم الضغوط ورغم التحديات. هو في المقدمة يطلق الذاير إلى الأمام، ولكن القوة القادمة السيل الجارف من كل الشعارات تتدفق على المركز الأول. وصلتنا الشكلة، علي بن سالم بن سلطان العرياني، من يقدم الشكلة بأول المراكز ليعلن وجوده في هذا المهرجان. المركز الثالث الناوية المسلم بن صالح بن طرشوم العامري. أما المركز الرابع فهنا الشاهينية محمد بن محمد بن غنام الهامري. هل الغربية وصلوا؟ هل مديدة زايد وصلوا إلى هذه الأجواء؟ وصلوا إلى المرحلة الخطرة؟ بدينا ننتقل من المهم إلى الأهم، من المرحلة السهلة إلى المرحلة الصعبة. هذه المرحلة الصعبة التي مقبلين عليها، انتبهوا يا مضمرين، انتبهوا يا متابعين. لنا عودة مرة ثانية، مع المقدمة لنتابع الشكلة، علي بن سالم بن سلطان العرياني من يتقدم. المركز الثاني الذاير معتوب بالرغش بن طبازة العامري، ينسحب انسحاب وهمي إلى المركز الثاني. والعصا قوس القدوم أيضا من الشاهينية عبيد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، وصلنا بن مرخان، وصلنا إلى المركز الثالث. الكل هاجم، الكل مندفع. الشعارات بدأت تقترب من بعضها البعض، ونحن نتابع في هذا التحدي، نتابع القدوم من براقه سعيد بن خليفه بن ركاض العليلي، من يقدم لنا براقه بالمركز الثالث. يلا يا بن ركاض، يلا يا ابن العم، يلا يا ابن العم، حرك سياره في الجائزه، في هذا الشوط. يوبو
بن ياسر، حميد بن عبد الله، لعمي الشامسي، لعمي برق، برق وشافكم انكم تبون السياره، وصل 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 بالعمي الى المركز الثالث، وصل الى الثاني، ولكن المقدمه مع الشاهينيه، عبيد بن سلطان بن مرخان، ليش تبي هو في الفورمه؟ هو بالمركز الاول، روح يا بن مرخان روح، اطلع 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 الى الامام، مهرجان كبير مهرجان كبير، الكل مشارك، الهجوم بن شريف راعي العاصمه، وصل 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 بن شريف مع العاصمه، نعم وصلت العاصمه في هذه اللحظات، محمد بن فيصل بن شريم المري ليقدم لنا هذا الاسم، ولكن بن مرخان بن مرخان بن مرخان بن مرخان بالمرصاد بالمرصاد، اهل البرير اهل البرير حاضرين اهل البرير حاضرين الى الامام، روح روح كمل المشوار كمل المشوار، سياره الجائزه سياره في مهرجان اللبسه، هذه الشاهينيه، عبيد بن سلطان بن مرخان، من يتقدم من يتقدم الى الامام، ال 200 متر الاخيره ال 200 متر الاخيره، السلام وين يا ابو حمد، السلام لبرير، السلام الى البرير، السلام لبن مرخان، السلام لبن مرخان، هو من وصل الى الامام، هو من وصل قدام، هو من وصل الى الانتصار، سلام سلام يا بن مرخان، سلام، نهني عبيد بن سلطان بن مرخان الثاني، فهناك ايضا شهريه محمد بن غنام الهاملي المركز الثالث، فهنا الغزي الخلفان بن محسن بن حميد المزروعي المركز الرابع المركز الرابع المركز الرابع، شفتونا الرابع والخامس لان كان الدخول جماعي، مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، بعد ان استمتعنا في هذا الشوط وشاهدنا بن مرخان وهو يسيطر على الاجواء، يسيطر على الناموس بهذا العزم وبهذا الاصرار، نهني راعي الشاهينيه عبيد بن سلطان بن مرخان الاستبي على فوز الشاهينيه بالمركز الاول التوقيت الزمني الذي تحقق مع الشوط الرئيسي الشوط التاسع عفوا، شوف التوقيت الزمني ست دقائق التوقيت الزمني 7 ثواني عفوا 6 دقائق 23 ثانية و7 أجزاء من الثانية، تهانينا أو الناموس نكررها لعبيد بن سلطان بالعبيد بن مرخان الاستبي على فوز الشاهينية بالمركز الأول، أما اللي وصلت في المركز الثاني المركز الثاني لمحمد بن محمد بن غنام الهاملي، التوقيت الزمني 6 دقائق 24 ثانية و6 أجزاء من الثانية، تهانينا أو الناموس لبن غنام وحصوله على المركز الثاني. المركز الثالث المركز الثالث كان من نصيب الغزي الخلفان بن محسن بن حميد المزروعي، التوقيت الزمني 6 دقائق 24 ثانية 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس للجميع.